وعدت علينا سنين واحنا عايشين في سلام، نبني في بلدنا ونربي في اولادنا، لحد يناير 2011 لما الشعب كله نزل الميادين. المطالب كانت بسيطه ومشروعه، والجيش وقف معاها وحماها، بس للاسف الثوره اتخطفت، والشعب اللي كان نايم يحلم ببكره صحي على كابوس. مين اتدخل وخلصنا؟ جيشنا، ما هو منا. وقف وقفه بطل وحط روحه على كفه وقال اللي هيقرب من مصر انا هشيله من فوق وش الارض. كم مره قالوا لك انك مش ممكن تقدر، كم واحد حاول في الدنيا يجيب لك احباط، بس انت قدرت ويوم عن يوم حلمك يكبر. في ايمانك وعزمتك انت بتتقال حكايات، المصري بجد لا يضعف يوم ولا يستسلم، وعني دايما على المستقبل وعلى اللي مجاش. عمره ما يرتاح غير لو شاف بلده بتتقدم، وقت ما تندهله بيجري عليها ما يستناش. فات الكتير فات الكتير مش باقي إلا القليل، والمصري ما بيعرفش المستحيل. يا ما شد خيط النهار من قلب الليل وفات. أنا هفضل جنبك عمري ما سيبك لو ثانية، وكفاية عليا إن أنا مصري ده أكبر تكريم. اتضمني طول ما أنا عايش على وش الدنيا، اللي يقرب لك قولي علي يا رحمن يا رحيم. أكتوبر 73، 50 عاماً على النصر المجيد.